السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. معاكم محمد حسين من قناه سير شادي. ازيكم عاملين ايه؟ وحشني جدا والله. النهارده احنا هنتكلم عن نظره بسيطه جدا عن الساعه الجي اي 710 او الجي اي 700. الاثنين نفس الرينج، نفس الدايمنشن، نفس كل حاجه. احنا النهارده هنتكلم عن الجي اي 710 ان هي دي من الساعات اللي هي المتوسطه اللي سعرها في السوق مثلا حوالي 3000 جنيه، ولو هتجيبها من بره ب 100 دولار او 120 دولار حاجه زي كده. 120 دولار في حوالي قول مثلا دولار ب 1600 جنيه، يعني حدود مثلا 2000 ونص ولا حاجه، او 2200 جنيه لو انت هتجيبهم من بره. بس انت الله اعلم بقى، لو انت هتجيبهم عن طريق جمارك هتدفع اكتر. فخليني هنا في مصر عن تحديث النهارده يوم 13/2/2020، سعرها في مصر حوالي 3000 ونص. ايه اللي بيفرق الساعه الجي اي 710 او الجي اي 700 عن الساعات الثانيه الاعلى من الجي شوك؟ الجي اي 710 ده يعني لاين جديد نزلوه جديد. كنا الاول واخدين على الجي اي 100، الجي اي 100 اللي هي دي، اللي هي دي. يعني اغلبيه الناس بتشوف الساعه دي كتير، اهي الجي اي 100. اغلبيه الناس بتشوف الساعه دي، الجي اي 710 اللي انا لابسها في ايدي اهي. الفرق ما بين الجي اي 100 والجي اي 710، الجي اي 710 عدلوا الديزاين بتاعها شويه. الجي اي 100 كان الاول كان النور بتاعها بيدوس من هنا، من الزرار ده كده، تدوس على الزرار ده النور يطلع، تدوس على الزرار اللي فوق ده. اما الجي اي 710 اول حاجه خلوا اللايت في السنتر، خلوا اللايت هنا، اللايت يبقى في النور ده هنا، ما خلوهاش فوق اهو، بمجرد ما بتدوس هنا النور يطلع، وخلوا اللايت من الجنب شويه ال اي دي، وخلى النور بتاعها نور قوي. وكمان الدايمنشن بتاعها او حجم الساعه كبر عن الساعه الجي اي 100. الجي اي 100 قطرها او قطر الدايره دي 55 مللي، دي خلوها 57 مللي. وكمان السكنس بتاعها او سمك الساعه نفسه كبروه. سمك الساعه بتاع الجي اي 710 او جي اي 700 والجي اي 100، الجي اي 710 اكبر من الجي اي 100، السمك بتاعهم اكبر. زائد كمان ان هم غيروا الباتونز بتاعتها. كانت في مشاكل، كنت انا نفسي من ضمن الناس اللي بعاني في المشاكل بتاعت الباتونز دي، ان انت الباتونز دي ليها زراير. لما انت بتيجي تدوس على الزراير، الزراير كان فيه جارد هنا من فوق هنا، اللي هي المربع اللي فوق ده اللي هو فوق الدايره ده كده، كان بيضايقني اللي هو الحته دي. كنت لما تيجي تدوس على الجارد ده، تدوس على الدايره دي، ان شاء الله هقرب لكم فيديو، يعني هعمل لكم فيديو كلوز شويه على الساعه. بس لما انت كنت بتيجي تدوس على الزرار دي، كانت ساعات الجارد ده كان بيضايقك. اما هنا غيروا الديزاين بتاع الباتونز او الزراير، خلوهم دور، وخلوا كمان الزرار بيج سايز، يعني خلوا الزرار كبيره شويه، بحيث انت تدوس تبقى فيت صباعك كله يبقى دايس عليها كلها. هي دي. فالجي 710 بقى فيه تحديثات شويه فيها. زائد كمان ان هم عدلوا في حته الستوب ووتش، ما خلوش ان انت تيجي تختار مثلا تدوس على الاوبشنز كتير او على المود كتير وبعد كده تختار الستوب ووتش. لا، ده انت بمجرد زرار من هنا، اول ما بتدوس على زرار كده هنا، ابتدت الستوب ووتش تشتغل. يعني انا مش عارف اقرب لكم، بس هتكلم عليها عن قرب ان شاء الله. بس انا حبيت اوريها لكم. الجي اي 710 انا شايفها، الجي اي 710 والجي اي 700 والجي اي 100، انا اكتشفت ان كلهم سعر واحد على كاسيو جي شوك، على موقع كاسيو، موقع كاسيو جي شوك. فعلا جي اي 700 7A وجي اي 710 وجي اي 100 كلهم سعرهم 99 دولار. 99 دولار ده على الموقع. فانا ما اعرفش بره بيعمل ازاي، بس اعتقد مثلا بره ممكن يزودوا لك 20 دولار ولا 30 دولار حاجه زي كده. الجي اي 710 انا بقول لكم يا جماعه كبيره حجما، مش صغيره. الجي اي 710 اكبر من الجي اي 100، بتفت الايد ايوه مظبوط، على الايد اهي كده كبيره. دي هتناسبكم قوي في الصيف. واللي ما شافش يا جماعه حلقه وداع عن جي شوك الشتاء القادم، يا ريت تتفرجوا عليها في نفس القناه. يعني حضراتكم سكرول داون شويه او نزلتوا تحت شويه هتلاقوها، عشان الفيديو ده كان قديم شويه، عشان كنت احنا يعني كان في بدايه الشتاء. احنا دلوقتي خلاص يعني يعتبر اخر شهر 2 ده هيبقى خلاص بقى بدايه الصيف، وهتبقى الدنيا هتبقى خريف شويه، وهنبتدي بقى نرفع نشمر الكم ونلبس قمصان، يعني تبقى مشمره كم، او نلبس قمصان قصيره او نلبس تيشيرتات. فالساعة هتبقى باينة قوي في الإيد، غير لما نكون في الشتاء. الشتاء أنا ما لبستش ساعات جي شوك كتير، لأن الساعات الجي شوك بتبقى بتضايقني في حتة الجواكت. لو أنا لابس جاكيت تقيل وكبير شوية أو طويل، ما بعرفش ألبس الساعة الجي شوك، فأضطر إن أنا ألبس ساعة
اللي هي كلاسيك كده زي تيسو زي الهاملتون اللي معايا زي اللونجين الكلام ده. لكن الجي شوك خلاص الصيف قرب يجي، فان شاء الله جي شوك هيطلع بقى من تحت السرير وهنطلع ده كله. انا حبيت بس اوريكم عن الساعه الجي شوك، يعني ايه فايده الساعه الجي شوك. الساعه الجي شوك اللي هي جي اي 700 او 710 الديزاين بتاعها كمان اختلف شكل. بصوا سوري خليكم معايا، هنعمل فيديو عن قرب شوك، خليكم معايا. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. معلش كنت بكلمكم كده، كنت انا سخن شويه وانا واقف كده على يعني واقف بتكلم، بس طبيعي طبعا انا ما عرفتش يعني اوريكم التفاصيل بتاعه الساعه قوي، فحبيت اوريها لكم في الفيديو ده. بصوا بقى يا جماعه، الساعه الجي اي 700 او 710 اللي معايا دي 710، بس ما لقيتش فرق ما بينها وما بين الجي اي 700 اهي. جي اي 710 ما لقيتش فرق ما بينها وما بين يعني الجي اي 700. الجي 710 الاختلافات اللي نازله جديده بيها، اللاين اللي نازل جديد ده ان هي بيج سايز شويه، ان هي اكبر شويه من الساعات الباقيه، ساعه كبيره شويه. الديزاين بتاع الهاندز او العقارب جامده قوي، شكلها حلو قوي قوي. انا يعني واخدينها كده من حاجات زي فيلم ترانسفورمرز والكلام ده، اللي هو الشكل شكل غريب شويه كده، انا ما اعرفش الديزاين اسمه ايه، بس الشكل شكل كده يوحي يعني شكل كويس عامل زي فيلم ترانسفورمرز. الشكل اللي هو خلوا الديجيتال تبقى شكل كبير تحت بدل ما يقسموها اتنين زي الجي اي 100. الجي اي 100 متقسمه اتنين، لا خلوا الشريط تحت كده ده كله ده، وخلوها بيج سكرين شويه، خلي الشاشه كبيره شويه عن الجي اي 100. الجي اي 100 كانت متقسمه اتنين وكان كمان حجمها صغير، لو انتوا كده تبصوا لها كده من ناحيتين كده هتلاقي دي اكبر من دي، اللي على الشمال اكبر من اللي على اليمين. الديزاين كمان اللي غريب ان هو كمان خلوا النور يبقى في حته تانية. لو انتوا تفتكروا انا معايا ساعه جي اي 400 بس هي بعيده شويه عني دلوقتي. الجي اي 400 النور بتاعها من فوق زي اللي هنا وهي كبيره بيك سايز برضو، بس غيروا في الجي اي 400 دي شويه حاجات كده، ان هو خلوا هنا زي كراون ان انت بتروح وتيجي بالسيتيز او اللي هي المدن اللي انت بتقعد تتنقل ما بين المنيوز بس بكراون من هنا كده. اما دي مفيش كراون، مش كبيره من الناحيه دي كده على الاقل. غيروا فيها ان النور خلوه تحت هنا، النور لما تيجي تضغط هنا النور هيطلع لك اهو، والنور كمان قوي، ال اي دي بتاعه قوي، والنور بيبقى مدته من حوالي من 1.5 او 3 ثواني، انت ممكن تعدلها على حسب دقيقه 1.5 ثانيه او 3 ثواني. هنا النور كان هنا فوق اهو، والنور كان برضو كويس بس نور برتقاني كده في الجي اي 400. هنا كمان خلوا النقل ما بين اسمه ايه ده المينيوز، يعني هنا بص في الدايره دي كده، هنا تايمر، هنا ده وورلد تايم، هنا الارم، هنا اس تي دبليو، هنا بص بقى هنا مفيش، هنا انت بتتنقل انت اللي بيكتب لك فوق هنا، اما يعني انت بتشوفها في الدايره، اما هنا بيبقى عاملينها حاجه مخصوصه كده، بيبقى زي مينيو كده صغيره هنا كده. فهنا غيروا النور، وكمان عملوا هنا الستارت الستوب ووتش، لو انت عايز بتلعب مثلا كوره او مثلا عايز تحسب حاجه بسرعه، فبدل ما تيجي لو تيجي انت عايز تشوف الستوب ووتش في الجي اي 100 هوريها لك عامله ازاي. بص انت بتيجي تعمل كده اهو، ده الستوب ووتش، تروح دايس على فورورد كده تبتدي تشتغل تمام، تروح عامل كده تروح مسنترها تروح مرجعها تاني. اما دي بقى انت مش محتاج تعمل ده كله، طب مجرد بس ما تدوس كده الستوب ووتش ابتدى يشتغل. دي بتبقى حاجه اكتر في الريسنج اللي هم عدلوا فيها شويه عشان تبقى اكتر في الريسنج وافضل. زائد كمان سنقفها، زائد كمان ان السكنس بتاع الساعه دي كبروه شويه، الهاوسنج بتاع الساعه او الهيكل بتاع الساعه كبر شويه. دي السكنس بتاعها 16، في الجي اي 100 السكنس بتاعها 14 مللي، دي 16 مللي دي 14 مللي. والباتونز بتاعتها اتغيرت، الباتونز بقت راوند شويه وبقت تفت الصباع، يعني لما تيجي تدوس بالصباع كده اهي تفت ايدك كلها او تناسب ايدك كلها. اما دي كانت لما اجي ادوس كده كان لو تلاحظوا الجارد ده اللي هي المربع اللي بره ده مغطي اللي جوه، واخدين بالكم؟ اهي بص المربع اللي بره ده اللي هو الحاجه المربعه اللي حواليها دي مغطيه اللي جوه، يعني مغطيه على اللي جوه. اما هنا الزرار خارج عن الهاوس، فباجي ادوس بادوس باريحيه شويه.
وهكذا وهكذا. كمان الاستراب بتاعها، الاستراب السيكنس بتاع الاستراب ده اتخن من السيكنس ده. وكمان في حاجة بقى عجباني قوي 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 في يعني في الساعة دي او في الساعات اللاين الجديد، ممكن جي شوك حاسب بالموضوع ده، ان انا لما باجي البس ساعة وليكن مثلا جي اي 100، الجي اي 100 لو انا جيت لبستها قدامكم دلوقتي فيها كده حاجة في الاستراب انا ما بتعجبنيش خالص، بس يعني لازم اقول لكم عليها. ثواني بس الف الاستراب كده، ثواني اهو اهو. مع الفترة مع فترة هتلاقي الساعة بتعمل كده، شايفين البامب اللي طلع ده او اللي هي الاستراب طلع ازاي لبرة كده، هو ده كده بالمنظر ده كده. في الساعات بقى الجديدة اللي هي زي اهي، بص بيبقى عامل بالمنظر ده كده، بيبقى طالع لبرة، كل شوية ادخلها كده يعني اهي بتبقى كده، بعد كده تلاقي طلعت لبرة كده، بعد كده اقعد اعملها كده كل شوية كل شوية، تلاقيني بقعد اعمل ايدي كده بزق الاستراب. اما بقى في الجديدة في الديزاين الجديد اللي هو زي الجي اي 100، الجي قصدي الجي اي 700، الجي اي 400، ايه تاني، في كذا كذا موديل كده عجبني قوي في الحته دي، اللي هو اسمه ايه، جي اي 1000، الجي اي 1400. ان الاستراب محكم، الاستراب بيدخل اللي هي الحاجه دي كده اللي هي الكلاسب دي بتقفل عليه، بيبقى محكم ما بتبقاش فيه الفراغ اللي انت كل شويه تقعد تزق الساعه. وكمان الساعه انا اكتشفت، انا يعني لاحظت ان الموضوع ان الساعه سعرها زي سعر جي اي 100 والجي دي 100، متهيألي كلهم زي بعض، كلهم 99 دولار. انا شفتهم على الموقع كاسيو الرئيسي 99 دولار، ما اعرفش بقى ممكن بتبقى على امازون عشان مثلا بيبقى فيه بياعين، بيبقى فيه ريتيل يعني، بيبقى فيه ناس عايزه يعني تاخد عمولات ليها، فبتبقى بيزودوا شويه 120 130 دولار. لكن الساعه دي بس ده المود بس كده. الجي اي جي اي 700 بتتعرف من بعيد يا جماعه، الجي اي 700 بقت واخده شكل كده معين، هي عجباني قوي الساعات بتاعت الجي شوك، كل ساعه معروف شكلها من بعيد. يعني اول ما عرفت ساعه اسمها جي شوك كنت عرفتها بصراحه الجي اي 100. الجي اي 100 دي يا جماعه شفت ناس كتير قوي لابساها، وبصراحه الساعه دي عزيزه عليا قوي، الساعه الجي اي 100 يعني بصراحه دي كانت اول معرفتي بحاجه اسمها جي شوك. بعرفها من بعيد لان فيها عقربين، العقرب ده والعقرب اللي فوق الصغير ده، فبعرفها من بعيد. الجي دي 100 معروفه برده من بعيد. الجي اي 700 ما شفتش حد الناس لابساها كتير، بس الصراحه يعني بصراحه ما شفتش حد قبل كده لابسها، قبل كده مش هكذب عليكم ما شفتش حد لابسها قصادي اللي انا اعرف ان دي ساعه جي اي 100 جي اي 700. لكن شفت الكوبي منها بقى مزود هنا بكراون، فهو بعرف ان على طول كوبي، يعني اول ما بشوفها كده لا دي ساعه كوبي. وكمان نازل منها في الاسواق بتاعه العتبه والكلام ده الحاجات الكوبي دي، ان هي نازله شفافه، ان الشكل ده نازل شفاف، الهاوسنج ده الاسود ده نازل شفاف، فيعني ايه، فشكلها بيبقى مختلف وباين، شكلها شفافه من بره، وهنا الهاوس اللون الازرق ده ذهبي بس كده. فانا حبيت اوريكم الساعه عامله ازاي. الساعه طبعا ما تفرقش عن جي شوك بكتير عن الساعه الجي ام 100 عن الفانكشن بتاعتها، غير مثلا غير ان البطاريه بتاعتها لما انت تكون جايبها من التوكيل بتقعد معاك حوالي ابروكسيمتلي مثلا حوالي 5 سنين، بتقعد معاك 5 سنين. الجي ام 100 بتقعد معاك سنتين ونص، سنتين او سنتين ونص حاجه زي كده. الساعه دي فيها برضو نفس الحاجات بتاعت الجي شوك اللي هي فيها الارم، فيها وورد تايم، فيها ستوب ووتش، فيها تايمر، نفس الجي اي، بس نفس الجي اي 100 بس، وبس الاختلافات بتبقى في الشكل، بتبقى في الديزاين، بتبقى النور حولوه هنا، اللايت حولوه هنا، خلوا ان في حاجه اسمها ستوب ووتش وهكذا. لكن الفانكشن بتبقى هي لكن الديزاين بيختلف تماما. هو ده برضو بالظبط اللي بيحصل في اي ساعه جي شوك او اغلبيه الساعات الجي شوك. طبعا لو احنا ما عليناش طبعا عالي زي مثلا الجي 1000 او الجي جي 1000 اللي هي بتاعه المود ماستر، لا يعني الموضوع بيختلف شويه، لكن في الرينج المتوسط اللي هي مثلا في حدود ال 100 120 دولار بتبقى في الحدود دي. هو بس ناقصهم بس اللي هو يدخلوا التاف سولر، بس التاف سولر عندهم بتبقى الامكانيه دي بتبقى غاليه شويه، يعني لو دخلوا على ساعه زي دي مثلا تاف سولر هتبقى غاليه شويه بس. فان شاء الله يعني ترقبوا ان شاء الله، هتلاقي في جي شوك حاجات كده كتير غاليه. فانا انصحكم بايه في الجي اي او الجي اي 700. جي اي 700 اكبر من الجي اي 100،
الجي اي 700 الديزاين بتاعها مختلف شويه. الجي اي 700 كبيره، لو انت حضرتك ايدك مثلا كبيره شويه هتبقى مناسبه ليك قوي. بس يعني انا ما حبيتش ان انا اقارن ما بين ساعه وساعه، بس انا حبيت ان انا اوريكم يعني الستاندرد موديل او اللي هو الشكل القياسي بتاع الساعه اللي هو الجي شوك هيبقى عامل ازاي. اللي هو الجي اي 100 دي اغلبيه، الجي اي 100 دي اغلبيه الناس كلها بتلبسها. فانت لو عايز تقارن ما بين دي ودي، اغلبيه الناس بتقول لك ايه، الجي اي 100 دي احنا بنعرفينها على طول، لكن الجي اي 700 جامده. فبس انا حبيتكم، فلو عجبكم الفيديو اتمنى حضرتك بس ما تنساش تعمل لايك للفيديو وتشترك في القناه وتنزل تعمل سبسكرايب تحت. شكرا جدا ليكم، وكان معكم محمد تحسين من قناه الشجي، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.